ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم أمين. لا يزال الحديث حول سيرة صاحب الشفاعة العظمى صلوات ربي وسلامه عليه، صاحب الحوض المورود واللواء المعقود. لا يزال حديثنا حول سيرة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. انتهى بنا الحديث في المحاضرات الماضية حول الدعوة المكية وحول فترة الإسرار بها، والتي استمرت كما ذكرت لحضراتكم 3 سنوات. ثم تطرقنا بعد هذا إلى تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في هذه المرحلة، المرحلة المكية عامة ومرحلة سرية الدعوة بصفة خاصة، فتعرضنا لبعض ملامحها وبعض محاورها. تحدثنا التربية على الرجاء في رحمة الله جل وعلا والخوف من عقابه وعذابه، ذكر الجنة ونعيمها وذكر النار وشقائها وعذابها. لقد ذكرت الجنة في القرآن الكريم كما ذكرت لحضراتكم في أكثر من 66 موضعا، ويعني فصل القرآن الكريم القول في نعيم الجنة في مواضع شتى في تضاعيف هذا الكتاب المبارك. لكن بقي الجانب الآخر، الحديث عن النار وأهوالها. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. لكن قبل أن ندخل في هذا الموضوع في تفصيل القول في الحديث عن أهوال يوم القيامة والنار وأهوالها وفجائعها، أنا أرجو أن نقف وقفة عند عبارة تجدونها كثيرا على ألسنة بعض جهال المتنسكين. يعني فهم يقولون أو بعضهم يقول: لا نعبد الله لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، بل نعبده حبا له، نعبده لذاته فقط. وقد يعبرون عنها بصيغة أخرى فيقولون: إن من عبد الله خوفا من ناره فهذه هي عبادة العبيد، ومن عبد الله طمعا في جنته فهذه هي عبادة التجار. وزعموا أن العابد الحق هو من عبد حبا لله تعالى وحده فقط، بقطع النظر وبغض الطرف عن الطمع في الجنة أو الخوف من النار. لو كان مقصود هذه العبارة أنه لو لم يخلق الله جنة ولا نارا لكان في ذاته جديرا بأن يعبد وحده، لكان هذا المعنى معنى صحيحا. لو لم يخلق الله جنة ولا نارا لكان الله جل وعلا بجلاله وكبريائه وجماله وإنعامه وأفضاله على خلقه وعبيده يستحق أن يعبد وأن يعبد وحده. لو كان هذا المعنى فهذا معنى لطيف ومعنى جميل، لكن عبارة القوم ويعني وتجلياتها في أحاديث أخرى كثيرة لا تدل على أن هذا المعنى هو المقصود. طيب، لبعض السلف عبارة جامعة جميلة: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، يعني من الخوارج، قرية اسمها حرورة سووا لها الخوارج. ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. يبقى من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، وبالخوف وحده فهو حروري، وبالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو موحد. طيب، أصحاب هذه العبارة ثم بيقولوا من عبد الله بالخوف هذه عبادة العبيد، ومن عبده طمعا في الجنة هذه عبادة التجار، الكلام ده كيف نناقشه؟ يعني أولا نقول
إن أصل كلمة العبادة تشتمل أو تقوم على ركنين: المحبة والتعظيم. انتبه لهذا المعنى. نعم، كمال المحبة وكمال التعظيم والذل والانقياد. المحبة تولد الرجاء، والتعظيم يولد الخوف. عندما توجد المحبة في القلب تفضي إلى الرجاء، وعندما يوجد التعظيم في القلب ينشئ المهابة والخوف. فالمحبة تولد الرجاء، والخوف والتعظيم يولد الخوف من النار ومن عقاب الله عز وجل. ومسألة تانية، هو في تعارض بين الحب والخوف والرجاء؟ هنقول يا كده يا كده، لا أبدا، ما فيش تعارض، ليس ثمة تعارض أبدا بين الحب والخوف يعني والرجاء. حتى يقال إن من يعبد الله يعني طمعا في جنته أو خوفا منه ليس محبا لله، هذا ليس بصحيح. يعني بالعكس، قد يكون هؤلاء الذين يعبدون الله رغبا ورهبا، الذين يدعونه خوفا وطمعا، أكثر محبة له من هؤلاء الأدعياء اللي هم داروا في فلك المحبة فقط، وتفلتت حياتهم عمليا من التكاليف ومن التبعات، ولهم شطحات لا يعتذر عنها إلا بأنهم في حال السكرة أو في حالة غيبة. خلاص، مجانين، سكارة، it's okay، بس يعني لا يفرضون جنونهم ولا هزيانهم أثناء ذكرهم على عقلاء الناس. أضرب لك مثال صغير كده: زدني بفرط الحب فيك تحيرا، وارحم حشا بلظى هواك تسعرا. نعم، وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح، ولا تجعل جوابي لن ترى. يا سلام، بقى الله يقول لكليمه ومصطفاه موسى: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وأنت تطمع من ربك إلى ما لم ينله موسى كليمه ومصطفاه: وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح، ولا تجعل جوابي لن ترى، يا قلب أنت وعدتني في حبه صبرا، فحاذر أن تضيق وتجرى. كلام غير منضبط، بتعرضه على قواعد الشرع، يطلع كلام مش منضبط. لن يرى أحد منكم ربه في هذه الدنيا حتى يموت، هذا قضاه الله عز وجل. يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الذين يأذن الله لهم بدخول الجنة، أعظم ما في الجنة من نعيم النظر إلى وجه الله الكريم، وأن الله يحل على أهل الجنة رضوانه فلا يسخط عليهم بعدها أبدا. فليس ثمة تعارض بين الحب والخوف والرجاء. هذه منظومة يعني العبادة وأركانها الثلاثية التي لا يستقيم أمر العبادة إلا مع تحققها. وبعدين، إن عبادة الأنبياء والأتقياء والصالحين من عباد الله هكذا وصفها الله جل وعلا في كتابه في سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الذين كانوا يعبدون من دون الله، هذه هي عبادتهم. الآية نزلت أن نفرا من الجن كانوا يعبدون الأنبياء أو الملائكة أو بعض الصالحين أو كذا، يعني فمن كانوا يعبدونهم من البشر أسلموا وجوههم لله، من كانوا يعبدونهم من الطواغيت يعني أسلموا لله وجوههم وأصبحوا يدعون الله جل وعلا رغبا ورهبا، وهؤلاء لا يزالون يعبدونهم من دون الله. يا أخوان، الموضوع خلص. من كنتم تعبدونهم من دون الله اكتشفوا الحقيقة وأسلموا لله وجوههم وأصبحوا يدعون ربهم رغبا ورهبا خوفا وطمعا، وأنتم لا تزالون تلهثون وراء سراب وتركضون وراء أوهام وخيالات. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فعبادة الأنبياء والصلحاء والأولياء والأتقياء هذا حالها: يرجون رحمته ويخافون عذابه
إن عذاب ربك كان محذورا. الله جل وعلا قال في وصف حال الأنبياء، الأنبياء وعبادتهم لله، والأنبياء صفوة الله من خلقه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا إيه؟ رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين، وكانوا لنا خاشعين. مسألة أخرى، اللي بيقول لا أنا عايز ربنا مش عايز الجنة، هو أنت متخيل إن الجنة النعيم اللي فيها النعيم المادي فقط، الحور العين والأشجار والأنهار والخيرات؟ لا، أعظم ما في الجنة من نعيم أن ترى الله عز وجل، أن تنظر إلى وجهه، هذا من جملة نعيم الجنة. الجنة لا تنظر إليها فقط في جانبها المادي، النعيم المادي فقط، أعظم ما في الجنة ومن جملة ما يدخل في نعيمها النظر إلى وجه الله الكريم. الزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، حسن الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم عز وجل. إن الله اشترى من إن بعض هؤلاء يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فقال إذا كانت النفوس والأموال بالجنة فأين النظر إليه؟ ما هو الجنة من جملة نعيمها أيها الحبيب النظر إلى وجه الله عز وجل، بل في ذروة نعيمها وفي قمته النظر إلى وجه الله جل جلاله. فلما تفصل بين نعيم الجنة وبين القرب من الله عز وجل، وأن تكون في معيته المعية الخاصة، وأن يكشف عن وجهه الحجاب، وأن ينظر المؤمنون في دار الكرامة إلى ربهم، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم في دار كرامته. ابن القيم يقول والتحقيق أن يقال الجنة ليست اسما لمجرد الأشجار والفواكه والطعام والشراب والحور العين والأنهار والقصور، وأكثر الناس يغلطون في مسمى الجنة، فإن الجنة اسم لدار النعيم المطلق الكامل، ومن أعظم نعيم الجنة التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم وسماع كلامه، وقرة العين بالقرب منه وبرضوانه. فلا نسبة للذة ما فيها من المأكول والمشروب والملبوس والصور التي إلى هذه اللذة أبدا، فأيسر يسير من رضوانه أكبر من الجنان وما فيها من ذلك. ألم يقل الله تعالى ورضوان من الله أكبر؟ أكبر ما ذكر قبله من نعيم الجنة، نعم، ورضوان من الله أكبر. ثم قال وأتى به منكرا في سياق الإثبات، أي أي شيء، أي قدر من رضاه فهو أكبر من الجنة وما فيها. وفي الحديث الصحيح وهو حديث الرؤيا، فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه الكريم. وفي رواية أخرى، إنه سبحانه إذا تجلى لهم ورأوا وجهه عيانا نسوا ما هم فيه من النعيم وذهلوا عنه فلم يلتفتوا إليه. فمن جملة نعيم الجنة النظر إلى وجه الله الكريم والتمتع بقربه عز وجل. فهذا هو الذي شمر إليه المحبون، وهو روح مسمى الجنة وحياتها، وبه طابت الجنة وعليه قامت. أيضا النار، إن لأربابها من عذاب الحجاب عن الله، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم، إن لأصحابها من عذاب الحجاب عن الله وإهانته وغضبه وسخطه والبعد عنه أعظم من التهاب النار في أجسامهم، أعظم من التهاب النار في أجسامهم وأرواحهم، بل التهاب هذه النار في قلوبهم إنما هو الذي أوجب التهابها في أبدانهم، ومنها سرت إليها. نعم، فمطلوب الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين الجنة، ومهربهم من النار
والله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا مؤدى هذا القول الاستخفاف بالجنة والنار، أمر عظمه الله عز وجل يعني في كتابه، أمر خوفنا الله به في كتابه، ونقول مهما خوفتني مش أخاف. الله جل وعلا يقول ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان دأبه، كانت سنته ودأبه استعاذ بالله من النار وسؤال الله الجنة، وكان يعلم أصحابه ذلك. فأنس رضي الله عنه يقول كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي الحديث في صحيح ابن ماجه عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ما تقول في الصلاة؟ قال أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. لا أعرف لدي ولدي، هما كلمتين، تشهد يا رب أنا عايز الجنة ومش عايز النار، خايف من النار. ما تقول في الصلاة؟ قال أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال حولها ندندن، كلنا بنور في هذا الفلك، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن يزعم أنه يعبد الله بالمحبة وحده فهو أشبه ما يكون باليهود والنصارى الذين دخلوا هذا المدخل فضلوا وأضلوا، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. بقيت مسألة إن الجنة والنار، الجنة وقف على أهل التوحيد، لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة. من مات كافرا بالله العظيم وكان قد أقيمت عليه الحجة فهو من أهل النار، يخلد فيها خلود تأبيد. من لم تبلغه الحجة يمتحن في عرصات يوم القيامة، والله أعلم بما كانوا عاملين، والله جل وعلا لا يحاسبهم على علمه بهم بل على ما ظهر منهم يوم القيامة. من لم يأته نذير في الدنيا جاءه نذير يوم القيامة، يوقد الله لهم نارا يمتحنهم بدخولها، فمن أطاعه أدخله الجنة ومن عصاه أدخله النار، والله أعلم بما كانوا عاملين. وده معنى إيه؟ أن الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، كيف هذه؟ الله جل وعلا قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الرد ده ما كانش، لكن ربنا قال لو حدث هذا، الله جل وعلا يعلم ما لم يكن، لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. نعم، فمن مات على الكفر وكانت قد بلغته الرسالة فلا تنفعه شفاعة، ليس له يوم القيامة حميم ولا شفيع يطاع. هذا في الجملة. عندنا استثناء خاص بأبي طالب، وليس في مبدأ الخروج من النار، إنما في التخفيف عنه من عذابها ك
كان في غمرات من النار فجعل بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في ضحضاح من النار، يقف على جمرتين من نار تغلي منهما عروق رأسه. وهذا ثبت في الصحيح، لكن ورد أيضا في رؤية منامية وليس في حديث مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام إن أبا لهب يخفف عنه كل يوم اثنين أو ليلة الاثنين، لأنه أعتق الثويبية جاريته عندما بشرته بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسقى من نقرة في أسفل إبهامه. وعلى كل حال هذا يذكره أهل السير لكن لم يثبت بإسناد صحيح متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ثبت يبقى هذا استثناء خاصة وليس في مبدأ الخروج من النار، إنما في تخفيف العذاب عن بعض أهلها في مواضع خاصة لأسباب خاصة إن صح بها الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طب نرجع بعد هذا أحبابي إلى الموضوع الأصلي، وهو كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكيف رب القرآن المكي الصحابة على الخوف من النار والاستعاذة منها، وأن يكون بيننا وبينها جنة منها، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. القرآن الكريم حدث الصحابة ووصف لهم أهوال يوم القيامة ومعالمها، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، وإذا البحار فجرت وإذا البحار سجرت، السماء يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، إذا السماء انفطرت، إذا الشمس كورت، إذا النجوم انكدرت. كل دي ظواهر فلكية ليوم القيامة. صور أيضا حال الكفار، وصور ذلتهم وهوانهم وحسرتهم ويأسهم وإحباط أعمالهم، ثم تخاصم العابدين والمعبودين في النار، إن ذلك لحق، تخاصم أهل النار، تخاصم الأتباع وقادة الضلالة، تخاصم الضعفاء والسادة، تخاصم الكافر وقرينه الشيطان، بل الكافر يخاصم نفسه، يخاصم أعضاءه، تخاصم الروح الجسد. تحدث عن الشفاعة وشروطها، ما يقبل منها وما يرفض، حدث عن الحساب والجزاء، وهل يسأل الكفار ولماذا يسألون، تفاصيل كثيرة جدا ينبغي أن احنا نزكي بها الإيمان في قلوبنا، نحيي بها مواته في قلوبنا. وكان لهذا الحديث أثره العظيم في نفوس الصحابة. ثم صور لهم النار برا، وما أدراك ما النار، وما أدراك ما هي، نار حامية، وما أدراك ما هي، نار حامية. لقد حدثنا القرآن الكريم عن طعامها فقال ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. حدثنا عن الضريع، عن الزقوم، حدثنا عن الحميم والغسلين والغساق. الزقوم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وصفها في موضع آخر فقال أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وسمها في القرآن والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. في سورة الواقعة يقول ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. شجرة خبيثة، شجرة الزقوم هذه، جذورها تضرب في قعر جهنم، تخرج في أصل الجحيم، تضرب جذورها في قعر جهنم وتمتد فروعها في مختلف أرجائها، وثمر هذه الشجرة قبيح المنظر. القرآن شبهه طلعها كأنه رؤوس الشياطين.
والعرب ما رأوا رأس شيطان، لكن استقر في مخيلتهم أن أقبح صورة يمكن أن يتخيلها إنسان هي صورة الشيطان. ثم مع خبث هذه الشجرة ومع خبث طلعها ومع مرارة مذاقه، إلا أن أهل النار يلقى عليهم الجوع الشديد بحيث لا يجدون مفرا من الأكل منها إلى درجة ملء البطون، فإنهم لا يأكلون منها فمالئون منها البطون، فإذا امتلأت بطونهم أخذت تغلي في أجوافهم كما يغلي عطر الزيت، فيجدون لذلك آلاما مبرحة، فإذا بلغت الآلام بهم هذا المبلغ اندفعوا إلى الحميم الماء الحار الذي تناهى حره، فشربوا منه شرب الهيم، يعني كشرب الإبل التي تشرب وتشرب وتشرب ولا ترتوي لمرض أصابها، وعند ذلك يقطع الحميم أمعاءهم، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هذه هي ضيافتهم، ذلك نزلهم يوم الدين، هذه ضيافتهم يوم القيامة. وبعد هذا عندما يأكلون هذا يغصون به طبعا لقبحه وخبثه وفساده، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. من طعامهم أيضا الغسلين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. أيضا الغساق، هذا فليذوقوه حميم وغساق. الغسلين والغساق لفظان مترادفان معناهما واحد، وهو ما سال من جلود أهل النار من القيح والصديد، ما سال منهم من القيح والصديد، ولا طعام إلا من غسلين هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج، ما سال من جلود أهل النار من القيح والصديد، وقيل ما يسيل من فروج النساء الزواني ومن نتن لحوم الكفرة وجلودهم. أما شرابهم فهو الحميم، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. أي أخرى من ورائه جهنم، ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. لباس أهل النار، هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، قطعت لهم ثياب من نار. في آية أخرى، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. قطران النحاس المذاب، النحاس المذاب. ولكي تتخيل بشاعة العذاب يومئذ، النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن أهون أهل النار عذابا، فبين أنه يقف على جمرتين من نار تغلي منهما عروق رأسه، وهو يظن أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهون أهلها عذابا. الحشر، يحشرون على وجوههم. حتى سئل ابن عباس، والواحد يمشي على وشه إزاي؟ كيف الواحد يمشي على وشه؟ فقال من أمشاه على رجليه في الدنيا يمشيه على وجهه يوم القيامة. انت دي تعب نفسك في قضية كيف ده مش ليك. هو الذي أقدره على المشي على قدميه، منه ما يمشي على رجلين، ومنه يمشي على بطنه، ومنه ما يمشي على أربع، الذي أمشاه هكذا يمشيه هكذا، الذي أمشاه على رجليه في الدنيا يمشيه على وجهه يوم القيامة.
الله جل وعلا يقول: ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وعندما يلقى في النار يلقى فيها على وجهه، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. والنار مسلطة على الوجه دائما لا تفتر أبدا، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. السحب على الوجوه، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. وبعد هذا: إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. النار تحيط بهم على مستوى الفرد، نعم، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. النار كالفراش من تحته وكاللحاف من فوقه وهو بينهما، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول: ذوقوا ما كنتم تعملون. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. وبعد هذا سور محيط لا يتمكن أحد معه من الهرب. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. النار مش بتاكل دي، أيضا يصل حرقها واطلاعها على القلوب. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، وفوق هذا قيود وأنكال وأغلال وسلاسل، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. إن لدينا أنكالا وجحيما، نعم، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ثم تأمل في هذه الصورة، نعم، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. في حد يعيش هذه الأجواء ثم تسول له نفسه أن يغفل عن ربه أو أن يبارزه بالذنوب والمعاصي؟ ما أحوجنا إلى التذاكر حول هذه المعاني. وكل ما ذكرناه آيات قرآنية كما رأيت، مقتطفات من كتاب الله عز وجل. فبهذه يعني الرسائل القوية ذات الإيقاعات القوية والتأثير القوي والبالغ كانت تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فتجردوا من حظ نفوسهم وجعلوا مرضاة ربهم نصب أعينهم واسترخصوا في سبيلها الغالي والنفيس والكبير والصغير. إنك من تدخل النار فقد أخزيته، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أسأل الله جل وعلا أن يحرم أجسادنا على النار. اللهم حرم أجسادنا على النار يا رب العالمين. اللهم كما صمت وجهنا عن ذل السجود لغيرك حرمه على النار يا رب العالمين. اللهم أسكننا الجنة، اللهم أجرنا من النار، اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.